اخواننا المشاعر جدا متلخبطه خاصه لما نشوف المكان قدك في الختام. مرحبتين ابو عشب يا فهد عميان. روح ها ايش بك؟ اوه زعلان يعني. الختام جدا المشاعر متلخبطه. هذا ابو نايف متقروش. اوف 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 وزعل اوف وزعل يوف اوف. يا شباب شباب يا شاكر 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 الله يلعن المقصد كان محتوى وضحك. الله يكرمك اسفين اسفين اسمع 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 يا اخي الله يكرمكم دره مياه هنا يا ولد. الله اسمع الحمد لله ثوبي ما قصر. ابشر بالعوض بالعوض. ابشر بالعوض بنحاول ان احنا نظبطه. جني جلكم قليل شخصيه وثوبه متوسط. تعقب من اذنك تعقب في وجهك. الحل عندي ما عليك. احنا بنحاول احنا نظبطه. علي حرام نلطم خناق. ايش ذنبي انا مال امي دخل امشي رش بالماء يا رجال لين يفرجها ربك. الو لا ها بشر راح. حاول فيه جني لكم يلعن الطلعة اللي طلعت معكم فيها. الله يلعن الطلعة جني مصك الله يلعن الوجه يا البرتقالة. يا أخي نحاول نساعدك يا ولد عشان كيف أطلع دحين؟ يعني دحين السوق كيلو في كيلو كيف نطلع؟ مالك الوضع حر وبينشف بسرعة. الوضع حر؟ إيه مالك يلا نشف. وين نشف؟ وش؟ وانا بدو 39 كيف ابو؟ مني شوف مخلوق رجلي دقيقة بقاس رجلك 39؟ يا اخي شريتها من موقع. هذه يدك ولا رجلك؟ ابشر ايش تي تكفى؟ ايش كومك انت؟ يا اخي ليش كني كنيسة استغربي؟ ايش تي؟ انت يعني رجلك الحين كيف الوضع معها؟ ما مخلوقة كل الاصبع الصغير بيوت زحف المكان. طبعا مستوى الثراء اللي وصل له تنعى مخيف صراحه. يعني بس تشتري حذيان بس اللي مش حالك من نايك كذا. شوف مشتي كيف قلب فضه قلب ابيض بالله. شوف شوف الوقفه اصلا كيف الكيس انقطع وحالتي حال. يا اخي يا حظي ان دنعى خويه. الله حيهم. مرحبتين بيض وجهك والله انك كتبت له بالعود الازرق من اليوم. الله ابشر بسعد كيف ابشر بسعد والله ما معك كله بخور ذيبان. عموما في بث بعد شوي صح؟ نعم في حسابك. نعم هذه نقطة. النقطة الثانية إيه؟ تذكر ديوانية أبو صلوح؟ إيه؟ وش الشيء اللي كان مميز فيها؟ الشاهي. على هذه التكية قبل البث يبغى لها شاهي وأجهز لكم في أقل من دقيقة. أسمع أقل من دقيقة. دقيقة وليس دقيقة دقيقة. يلا وصل الأكل يا شباب. وصل الزين. وصل جايب شيء يا عيال بيجيب راسك أنت شخصيا. هنشوف يلا افتح شوف. يا رب بسيطة ايش رايك؟ ستة اليوم راح نجربه. بص صدق مكسرات جوك بسرعه. كم مستوى البسطه الان؟ كم من
حبتين ابي يوسف. طبعا صالح من الشخصيات اللي صراحه تشرفت معرفتها. هذه نقطه. النقطه الثانيه دائما انت كرتي الرابع في المواضيع وطريقه التعبير وما الى ذلك. عندنا موضوع بسيط نبغى نشوف رده فعلك اتجاهه وسلامتك. ابشر. مو رده فعلي، رايي. رايي. قلت رده فعلك. اي رده فعلك. شفت عشان جبتك كذا عشان تعرف. نتكلم دي هذه تساعد في الكلام صح؟ هذه تساعد في الكلام. خلاص نحطها هنا. نبغى نتكلم عن الناس اللي توهم نفسها انها مكتئبه وهي بالاساس ما فيها اكتئاب. مكتئبه من الشموع تقول في كنيسه والله الله يعني. مسوي جو يعني متهرجه يعني تبغاني اصور كل صورني وعادي اصورك وخليك تسولف عادي ترى. لا تصدق جدا عادي. طريقه كلام. كان في فاصل بسيط ورجعنا. نفس ما قلنا عطنا رأيك في مسألة الكتاب الكاذب أو الناس اللي توهم نفسها بالكتاب وغالبا تصير عند المراهقين. شوف أبو مري، فيها طبيعة بالإنسان هذه مكتسبها من صغره من يوم الطفل. إذا حس ما حد مهتم فيه شو يسوي؟ يبكي. يبكي. يبكي على طول. ليش؟ لأن الحزن يخلي الحزن مغري. الحزن يخلي الناس كلها تنتبه له. احيانا نشوف ما احد مهتم فيه يعني يبغى يلفت الانتباه. يلفت انتباه الناس له. حلو. فهذه واحده من الاشياء. بس في بعض الناس ايش يسوي؟ اول شيء يحاول يلفت انتباه الناس وبعدين ايش يسوي؟ بعدين يتقمص الموضوع. حلو. يتقمص الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بمعنى حديث لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. اولا بالنسبه لي انا دائما تقهرني الفئة هذه مع كامل احترامي وتقديري لهم، بس يا أخي ليش تسوي بنفسك كذا أو ليش توهم نفسك بالاكتئاب وأنت كل شيء ميسر لك؟ دائما يقول لك اللي يشوف مصايب الناس تهون عليه مصيبته. فأنت حنا في نعمة لا تعد ولا تحصى. فتفضل كمل. شوف بعد من الأشياء اللي تخلي الواحد حزين وش هو؟ دائما تخليه يحاول يعيش دوره الحزين، يعيش دوره كذا انها انسان حياه كلها ضده. الترف الزايد. دائما الشخص ريسبكت، دائما الشخص اللي حياته صعبه تلقاه ينبسط بابسط الامور. ابسط الامور تبسطها. عرفت كيف؟ صح. لكن الشخص اللي كل شيء موفر له يود انا هو محتاج انه يحتاج. فهمت؟ زود حاجه. اي من زود الترف والرفاهيه اللي عنده يبغى يحتاج، يبغى يحس نفسه. فهو يحتاج انه يحتاج. ليش؟ لان الشعور هو فاقده. تمام. حلو. والشخص كل شخص يبحث عن الشيء اللي هو فاقده. الامانه الشعور هذا دائم. انت تدخل تويتر او تدخل منصات التواصل الاجتماعي تكتب اغلبهم يكتبون طفشانين نحس بملل. اي ليش السلبيه هذه؟ ايوه هذه السلبيه والله يا ابو مرئ انها من الترف. تلقى اللي عاشوا وقت اول مثلا شيبان اللي عاشوا مبسوطين ينبسطون بابسط الامور. ليش؟ انهم شافوا الحياه الصعبه اللي صدق الحياه الصعبه اللي مروا فيها هم والنعمه اللي حولنا مستشعرينها لانهم عاشوا عكسها. فهمت؟ حتى من كلامك انه من زود النعم ومن زود الترف اللي احنا فيها مو قاعدين نستشعرها. فمن الموجب علينا ان نستشعر النعم هذه عشان تزين حياتنا. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بحاجتين. تمام. الحاجة الأولى اللي هي الابتلاء من مرض من مصيبة تصيبة. تمام. الابتلاء الثاني اللي هو إيش؟ اللي هو النعمة. الله سبحانه وتعالى يقدم لك النعمة هذه، هل أنت تشكر أو تكفر في النعمة هذه؟ سلام. صح. من الشغلات اللي تخلي الشخص يستشعر الأمور هذه دائما ينظر للناس اللي أقل منه. لذلك الله سبحانه وتعالى المقارنة السلبية. أيوة. إن الله سبحانه وتعالى وش فرض علينا؟ فرض علينا الصدقة للفقراء. ليش؟ إن تخلينا ننظر للناس اللي أقل منا فنشعر بالنعمة اللي عندنا. سلام عليك. فحل الشخص لازم ينظر للجزء المليء من الكوب وليس الجزء الفارغ من الكوب. الله عليك أنا سبقت. تقريبا على كلامه في بعض الناس يعني هذه سببت لهم ممكن نقول زعل داخلي يميل الاكتئاب اللي هو المقارنة السلبية اللي هو قارن أفضل ما في الشخص اللي غيرك بأسوأ ما فيك. فهذه بحد ذاتها تكره الواحد مع أنه في نعم لا تعد ولا تحصى. أشوف أبو مرعي في غلط دائما يغلطونه الأهالي اللي هو دائما يقولك خلك مثل فلان. هذه تزرع عنده المقارنة.
مقارنة من يوم من الصغير، فهمت؟ لكن دائم بالذات للأمهات لا تقولين الكلام هذا لولدك، لأنه شيء يبقى داخله ويكبر معه، فهمتني؟ يبدأ طول حياته يقارن، يعيش على المقارنة، يقارن نفسه بالشخص اللي أفضل منه، وهذا كل واحد له حياته وله ظروفه وله يعني الأشياء اللي تميز. يعني تبغى تعلم الجيران انك تلعب؟ الله تبغى تلعب عندي انا؟ طيب الصوت الصوت، امي راقده تحت، امي ما شفتش العلوي. امي امي هنا تنتهي مسيرتنا لهذا اليوم، وبنزلكم الحين صوره قلب المشاهدات لابد منها.